الحديث الثاني حديث كلاباد رد ما ليس في الكتاب والسنة وحمحقق أبا بيستي كي أن كسونا إن كتاب كي السنة ردين تلا ردين أيو مركا أبا بيستي محقق وحن كتاب السنة كسونا ودليل أن الله هين القرآن يحديث مدن باللوغة هين إنه مردود يهي. الحديث الثاني عن عائشة حديث كلاباد بخاري مسلم وحي كسور عن عائشة رضي الله عنها قالت وحي تري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وحي لرسولك الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه كوكستو كسو درسية أما كسو كرية في أمرنا هذا أمر كيغا كان ما ليس منه وحان كمد أهين فهو رد ومدل قره الدين يا الله أقبل فهو عمل كاسي رد أي مردود عليه ومدل قره الدين يا الله أقبل. وفي رواية رواية وحكس غنيد مسلم صحيح سكس وريي وبخاري كالقار نغضي من عمل عملا ليس عليه أمرنا ككستو السمية عملا عمل السمية عمل كاسو ليس عليه أمرنا أنو كسونين أمر كيغو وأمر كدين تيدو أنو وافق سنين أمر كوحلوش أمر الدين فهو عمل كاسي رد أي مردود على صاحبه ومدل قول ردين يا لقى أقبل إنك أصاحبك ومدل قول ردين. حديث كان لبعض جوامع الأخبار ككم ذا وحاو النبي الشيخ صلى الله عليه وسلم دين توحي لغو الصدر لغو السكر ليو آن كمد أهين أمر كي شرعنا آن وافق سنين خلاف سني إنو يهي مد مردودة وآن لاقبالي رد النوح اللو تشيدا وفعل أو مفعول لغو تشيدا ومردود أي مردود عليه مركا وحلقا قاتا بدعا إني مقبولة إني أهين أي مردودة بدعا تهين بدعة وحي دون تبه النقطة البدعة في الدين إن تاي مردودة أي حديث كنت صنعيا وأن لا أقبل إن ثوابي أشرنا لقهلي تعريف كبدعة لا تعريفين أي حديث كوالا قاضنا وبدعة مركة تعريف كدوحو نغنيا وكل ما أحدث في الدين ووحك استؤ الدين تلقص الدرسيي بدون دليل من الله ورسوله إذا دليل إلهي رسولك صلى الله عليه وسلم دين تلقصه كرديي أي وحل إلى ذا بدعو إلى ذا على ماذا قال وحيكو تعريفيين طريقة تضاهي الشرعية يقصد للسلوك عليها المبالغة في التعبد لله أهل علم قال كو ساسي كو تعريفيين بدعا ووضع الشرعية ذا شبه ذا أو شريعة الله كيسين أيوه أو تفاصيلش يسيدي شريعة كيفيات كي الله سمين شري يعني الأرنا أيوه الله سمين أيوه راعيس للراعي طريقة ذان اللوغة تشيده إن لغو حل ليرادو عبادة إله إلا عابده تاسا وحل إله ذا بدعا يا ليلة مركا بدعا على كل حال مذموم ذا إلا دليعي يا الله أقبلين والبدعة في الدين وإن دين تبدع لغلي ما دو بدعة لغسم أما الدنيا ذا وح السبع لغلي ما دا من غنيسه بدعة ذا مركا لدالي عين ينغنيس والدنيا ذا ولا سود الرسين كرا وح السبع سدا هذا اللو سود الرسيي قوارد ذا يترين ذا يديار ذا يوحي الله لم يتكام أشياء ذا النوع سلم أرنا أيها بدعة وهي معها أمور دينية معها وأمور دنيوية أمور الدنيوية إلا صدر رسية وحلقو كريانة وحلقو صدرانة ممنوع معها بس وحلو شرطين إياؤون وإن شريعة إنا حارانكو أهين لكن شريعة إنا حارانكو أهين والدليل حاران تنمين يا الله هين الأصل فيها الإباحة أصل هو إباحة وحوار لغو الصدر كرا ولا سوكر كرا باتوا النبي قول صلى الله عليه وسلم أنتم أعلم بأمور دنياكم إذن كاؤوا أقوم بذن أمور تينا أدوية مركا الله أمر با نبي قول صلى الله عليه وسلم
أمر الدين وأمر الدنيا. أمر الدين وحو يري من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. أمر الدنيا نوح النبي صلى الله عليه وسلم أنتم أعلم بأمور دنياكم. مركا لبض الباب ساسي ذا بيكر دوين نبي نوح الشيخ صلى الله عليه وسلم بالعكس طائنة باضي طائب إياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. زيادة النسائب لقار نغضي، لكن حديثك انتهى رأي معروف به أهل علم يقار كودنا وحيا زيادة ضلالة كستان النار بيكسو قنطهي يذا لفتي ذا سند كيدوا صحيح بي مركع علماء قار كودي الهدين، ومنهم الشيخ الألباني رحمه الله. مركع حديثك فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، وحلوش ذا كل بدعة في الدين بدعك استؤ الدين تا لقصو كرية باضئة تسأل لقش قيدك في الدين وحلق قادنا يا حديث كان في أمرنا أي لقى قادنا يا أولا قلب حي مركا أمور الدين تا إيوح لقصو كرية وحان دليل الله إن مبنى وحي دليل الله إن لقصو كرية والنبي قوش شاقي إنو الدونة يصدع إنو السمعي لكن أنا الصمينين ومانع درادد أنا الصمينين صمينت الله الصمينية لما أرنا أيه وبدع وأيه وحلق الصمينية دي الدليل بالق سبي. على سبيل المثال وحو النبي الشيخ صلى الله عليه وسلم لولا أن قومك حديث عهد بكفر لهدمت الكعبة ولبنيتها على قواعد إبراهيم ولجعلت لها بابين. الحديث نبي حكور صلى الله عليه وسلم عائشة قوم كاغو وقتك السوء إسلامين إنا يدويد هدينا يتشري لها وان دمين لها كعبضا وحانا كرس لها قواعد إبراهيم بان كرس لها نبي إبراهيم ساسكي نبي إبراهيم بان كرس لها لبقى الباب نووي له بمعنى وحيدي ذيب النبي تلماما يا صلى الله عليه وسلم عند ذلك قال إنه يكون في تنوبان بغى الشأن كبغنا ما دام وقتك السوء إسلامين أي دويد ووقتك قال لماذا كي ما دين أي دويد مركا تاس أوكال وقت أن مفسدتي لقبقين ومانع ماشي كبح إلا السمية من نقول ليس بدعو ويوحى له سمية دليل دليل بالمسلم. مثال آخر وحو النبي صلى الله عليه وسلم لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسعة هدان نولان لها إلى سند الصوت سعطة سقال كبش محرم وانسوم لها وانسومية يعني هدان نولاده إلى سند الصوت سعطة بش محرم سقال كيدا وانسومية جماهير توحي لأصومن التاسعة أي مع العاشر يعني ما لنت التبناد عاشورة أيان سقال كان الراعين لها يهد إن سيدي الله السمعي سقال كي يطبن كي الله إسراعي بدعمها نبي قنا ما السمعين ويوحى لقصه الدرسين يا أرن كان لقص السمعين يا بدليل من الرسول صلى الله عليه وسلم رسول كيف دليل لغاها دليل رسول كيف لغاها. مثال آخر وحاول النبي صلى الله عليه وسلم لا تكتبوا عني غير القرآن ومن كتب عني غير القرآن فليمحه. هيق قرين وحان قرآن كأهين روحي إيقا قري شيئا قرآن كأهين إيقا قري هم الصحو بمعنى أحاديث تيدها قرين أحاديث والا قري والا الدوين لكن محلقوا قري دليل مصلحانا كينصطي دليلنا والله هيا وحديثك إلا القرآن ممنوع سيدة أمأها هيا شعر مدو وحي لهذا المركر والنبي قلنا هيا وحي هيد أول الأمر وحونا كبغي إن دتك قار كود أيسك أخل دنتو قرآن كي حديثك إسك قدر سنتو مركز اللوك للسوع قرآن كي حديثك أين إسك قدر من أيو يلهي قرين شيئا قرآن كأهين روحي قرشي عن قرآن كأي نام صحو هذا الذي
إن لقى بقى إن إسكو قلدمان قرآن كي حديث كي إسكو دفمان وإسكو خلدمان ولقى آمن نقضى وحكى له الرعضة حديث كي النبي قال إلا قوري كرنا أدلة الله هيا والنبي حديث أبو الشاهي مرقسان النبي صلى الله عليه وسلم وحلها الله أبو الشاهن إلا يلاهده ووحر يا رسول الله الله يقرأ مركز النبي قال صلى الله عليه وسلم اكتبوا لأبي شاه وقرأ أبي شاه وقرأ مركز النبي قال أمره إلا قرأ تكلم صحابة رسول صلى الله عليه وسلم وحكم ذا غار حديث كالنبي قال قرأ تشري مركز سادتك غار كود إلى هذا وحكى استوى النبي وكوها الله مياد قريسة مركز النبي قال أشياء صحابي سأسأل يقول مركز النبي قال صلى الله عليه وسلم اكتب قرب كا بمعنى عربك حق مويانا وحكلا كما صبحانه يعني حق أمك والله مركز شيء دليل الله هيو إن لسود الرسيو للي مادة أمال السمية بدعا نغنس بدعا دي وحيك قباقتي عليه أمر الرسول صلى الله عليه وسلم والدليل با شرعي الله بهيا إلى حديث قيد با كترة ما ليس منه مركز وحلقة قادنا يا حديثكم منطوق يا مفهوم بولي هي وحي ان مركا كم اهين شريعه ودليل شرعي ان لو هين دينتينا لو سو كرديي انو مردود يهي وان لا اقبلين اجرنا لغيري ومنطوق حديث مفهوم كي سنه وحا لا قادنيا وحي دينتا كم مدا او شرعي مركا كسغان إماتن كاللي ما ده إنه مقبول نقرا يهدي شروط هذا ما يصير مرك الله بعض الرواية من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد وعدي سود رسي سيء إذ الله تمي وحديث كاسكو سابسي وحلقة يا بعضات كقارين أوران لهايين أنا أقول ما سود رسين هراء لو سود رسي قرنيا الكهر عمل كان يدو سيدا الله سمعيه اللوغو عمل فلان عنيقنا سو قاري بس هو سمعيه لكن لست المحدثة كسو درسيه يمئيه كان وحكه ريمان ايه حديث كان باردين ايه وبرين ايه واركيس او شبه من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد مركا لما كلا فرقين انه يسقو سود الرسيه يعني عيد كلا سود الرسيه كو كاستو سميه وح محدثه او دينتا لغو سو كرديي وحاس انه مردود يا لغا قادن نسخ قار كود وحا كو دعاي من عمل وانا خطا مطبعيه ومن عمل نسخ دان هيانا كمل سحديدو ومن عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد waxa kale oo jira culimadu ay sheegeen ashiyada qaar kood oo maslaxa soo dariday ay keensatay in la yimaado waqtigii nabiga yaani marka may keensanaynin in marka arinka la yimaado wax keensada ma shimuun marka taas waxa ku imanaya waxay culimadu yiraahdaan al masalih al mursala أما با وقت النبي قبل إلا لي ما دو مصلحة دوا كان سنة السيال لكن ما نعدي ليا ما شيء لي ولا بقيت مصلحة دا أيا شيء كان ستا إلا لي ما دو نبي قد دبدي صلى الله عليه وسلم وقت النبي قبل مصلحة دوا كان سنة إلا لي ما دو أما مصلحة دوي كان سنة يسايا مانع باديدا يي او إسرتاقا يي مانع بازولي إما كإلا لي مادا وحي نغن يسا مصلحة مرسلة بدعانا نغن يسا تصالة أهان وحي علماء دو تصاليان وجمعيق قرآن كلا جمعيي وعثمان بن عفان وقت قيس قرآن كوا جمعيي هرتينا أبو بكر با جمعيه نوع جمعيه قرآن كي أردن مصحف بالا يسوكو كينا قرآن كنا واقرها لكن داتكو كوكا لتفرا رقصنا لكن إساقو سيدا سورة دهو ترتيب سيهين
أو مصحف كوكولان صن وقت عثمان بالسمي شمع قال للسمي ولري مصلحة هذا كان ستيو وحلقت تحدير يا قرآن كون اللهم وقت النبي قام مصلحة ذاسي وكان سنة يسئل الشمعية هي شيء مانع بديرة يي مانع سوحي هي ديرة يي إلا الشمعية زمن التشريع بالتشوق القرآن كي بسود دقاي مرة بعد مرة أي سود دقاي والله ما يقين سن قرآن كي إنه صور دم ماضي أو آيات دم بأي حرف دم بقرآن أن سود دقاي دون إلى النبي صلى الله عليه وسلم ورنتي مركا مانعي أها قرآن كي إنه إسكد بإيمانا يومر بإني سود دقاي سود وحي كسو شو ماشا كقبح ضي لمشادي نبي صلى الله عليه وسلم ولنتي مانع مركو زولي مصلحة وحي كان سنة صحابة لي مادين وأنا سنة الخلفاء الراشدين عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي سنة خلفاءنا إلا قاتو ولا قد يقول دليل كأمر أيها حديث كالنبي قاشق ساس أودد لما أرانا يجمعي القرآن كلا جمعي عثمان جمعي ومصعب كل ميي وبدع الأرمان حديث كأنه ما قد قلي مركا شيقة بدعة هدو أراهي كساب سيهي يهدو قلبي كساب سيهي اعتقاد يهدو فعل كساب سيهي يهدو ترك كساب سيهي مد ولموحون نقونا يا بدعة الدين تلقو سودرسي مد مردودة وأن لا أقبل مركا لبضان حديث وشيخ كبلا بي حديث كالكواد إنما الأعمال بالنيات يا حديث كاللبات من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد واللبض الشرطي عمل كالصالح الله الشرطيه باللبض حديث كتسنة ويا عمل كستو ونكسن أقبل أدل أقبل يا أصيحتانك وأصحي بوح الله شرطنا يا الإخلاص للمعبود والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم إن معبودك الله صافي له الله خالص سميه يا إن رسولك الله قراعه أهل علم قاركود وحي الهدين لبدا الشرطية عملك الصالح الله شرطينا يا شرطي اللباد بإن قبا كافينا يا شرطي كوات ويا كوات كاللباد بو قد قليا إخلاصك متابعة الرسولك الله راعه يكمد يهي والرسولك إلا الراعه ظاهرا وباطنا إلا قراعه أيو مركا كان سنيسا باطنا إلا قرع عن إخلاص كي النيادي وكذا لنيسا كر يكل وإن نبي قال قرع مركا شرط يكو ذهب قد قالوا شرط قال لبعد وحلو تنسيس يقار لوغ الشيغي لأهميته مهمة أوليها درادد يسيئن لوغ غافل نقن وضعتك غروحة بيك غافل نقدان نيادي إخلاص كا يدو لبرارو تشيي بل يدون قار لو شيغن كورا مركا ساس آود عمل كسته وحلو شرطنا إياه الإخلاص والمتابعة أي الله شرطنا هذا إخلاص عمل كواية ومردود حديث القدس واكي الشيغي النبي قوله صلى الله عليه وسلم سيد إلهي كسوري إلهي باوحو يري أنا أغنى الشركاء عن الشرك فمن عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركت وشركه إلهي وحو يري أنا وعد وحوذاكته عد أقوق السنة أقوم مارميتان كي يكافتون كبضن بناه يعني وحن أباهنا هاي مجرو روحي عمل السمية وعدك لإلو وذاتشي إساقي وذات جي سبواك تغيي يعني كاد إلو وذاتشي سي إساق السي بمعنى إساق وحوترو كأنه ينعين كالي مركا إنو مردود يهي عمل كهدو إخلاص وايو وحديث كن نصك يهي كن عديه مركا وحي الشركة ها هذا شركي يا راسد استثني ماذا يوحي لها الله متكا أما ها هذا شركي وينا ومردود لما أقبل وحكستو بدعاهنا ومردودة يظن الله ما أقبل أن كسو علي اللفظ ذي حديث كاللبات عن عائشة بخاري مسلم وحي كسوري عن عائشة رضي الله عنها إله الرأليها كالنقضية يعني الرأليها أن شيء إلهي هوسي السيادية معنه رعي إلهي وكرر للنقضي لكن هوسي كرد يرى لأهان شها أي معنه دعي
قالت وحي تري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك إلهي وحي لي من أحدث في أمرنا ككسو درسية أما ككستو كسو كردية أما كسو درية في أمرنا أمر كيغا الدين هذا كان ما ليس منه وحان كمد أهين أو الدليل أن لوغهين إلهي رسول كيسا كسو كردية فهو رد أي فهو عمل كاسي رد أي مردود عليه يعني وقال لقول ردين يعيد أصاحب كابا لقول ردين يلقى أقبل ماي. وفي رواية رواية مسلم كسوغناتي وحكسوغنايد رواية مسلم بلقار نغضي من عمل عملا كي سمي عمل أما ككستو سمي عمل عمل كاسو ليس عليه أمرنا أنو كسوغنين أمر كيغو وأمر كالدين أمر كشرعه أنو وافق سنين فهو رد عمل كاسي وحو يهي مدل أقول ردين يا الله أقبل إن عده صاحبه.